يقول الإمام السالمي: باب في صلاة الجمعة. والحقيقة صلاة الجمعة هي الأمنية الثالثة التي تمناها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في حياته كلها. فقد عاش الإمام السالمي رحمه الله لهذا الدين، وربى رجالا في مدرسة العلم والرجولة. وباعتبار أن صلاة الجمعة من ضمن أحكامها أنها تقام بأمر الحاكم، فكانت من أمنيات الإمام السالمي بعد تنصيب الحاكم أن تصلى الجمعة، وأن يقام حد أو أن تقام حدود الله. فعندما نصب الإمام وأقيمت الجمعة وأقيم الحد على من ارتكب موجبات الحد، قال قولته الشهيرة رحمه الله تعالى: طبت يا موت فإن شئت فزر. رحم الله الإمام السالمين.